استني كنت استنى خليك انت كبير وانا صغير شوف ماشي، بتعمل ايه. هاي ازاي؟ كويسة، ازيك انت؟ هنطبخ ايه النهاردة؟ مش عارفين. انا هحتاج تعالي لي صوتك. طيب احنا بنجرب اول فيلم نعمله. هنطبخ النهارده يا لولي، هنطبخ ايه؟ هنطبخ مكرونة سباجيتي بولونيز. طيب المفروض ان احنا كنا متفقين انا ولبنى ان احنا نعمل ده من كام يوم، وهي بعتت لي مكونات، فيلا نتفق مع بعض. المكونات هي اول حاجه هتبقى المكرونه، مكرونة سباجيتي. وعندنا كوسه ايوه صغيرين او واحده كبيره، جزره كبيره او اثنين صغيرين، بصله، اربع فصوص ثوم، فلفل، ربع كيلو مكرونه، وطماطم للصلصه. او ممكن نعمل ايه يا لولي؟ نستخدم صلصة طماطم أو طماطم بيوري، بيبقى فيه في السوبر ماركت علبة تن صفيح أو برطمانات فيها طماطم بيوري، مع يعني طماطم معصورة، بس دي المفضلة عندي اللي بجيبها فيها طعم الصلصة، أو إن إحنا نعملها في البيت طبعا في الخلاط. فأنا لو كده أنصحك إن أنت الصلصة بتاعتك دلوقتي قبل أي حاجة تانية. أعمل إيه؟ ابدأ يعني ابدأ حط الصلصة بتاعتك، الطماطم في الخلاط، الصلصة أول حاجة. طيب هعمل ده. والتوابل ايه يا لولي؟ التوابل ملح فلفل كمون 7 بهارات وجوز الطيب. في ناس الملح، بتحب تحط حاجات. وادي الفلفل، ايوه وادي ال7 بهارات، ايوه وادي اللي الكمون، اسمها ايوه. وادي الكمون. في ناس مثلا بتحب تحط قرفه، بس انا ما بحبش القرفه في الطبيخ خالص، لان هي بالنسبه لي شيء الحلويات، مش بفهم ليه اكل ده في الطبيخ، فده شيء. في ناس بتحط في الخضار كرفس، انا برضو مش بفضله قوي. طيب بص يا لولي، انا عايزه اتعلم الطبخه دي زي ما انت بتعمليها بالظبط. فهي مكونات زي ما انا بعملها، ماشي. مش دايما بحط الكرفس، بس هو طعم ظريف فممكن نستخدمه، بس انا ما عنديش كرفس النهارده. ماشي. طيب والبهارات زي ما قلت لك، ملح وفلفل وكمون و7 بهارات وجوز الطيب. جوز الطيب، ايوه موجوده. ادي جوز الطيب. طيب اقطع الطماطم واحطها في الخلاط. الخلاط. طيب قولي، عقبال ما اقطع الطماطم انت ممكن تحكي لي، هو انت ليه سموكي لوكا؟ معرفش اسم لبنى بالتحديد اختاروه على اساس ايه. الحكايه الوحيده اللي انا عارفاها انه هم كانوا في المستشفى وخلاص انا اتولدت، وبعدين هم كانوا عن انتهوا يعني على اسمين، لبنى ورابيا. وليه؟ فحكايه الاتي انه هي كانت نايمه على السرير ومسكاني، وبابا بيعاكس الممرضه، فقالت له نسميها لبنى ولا راجيا، فالممرضة قالت له لا 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 راجيا، ايه سموها لبنى، فسموني لبنى. فالحكاية هي ان الممرضة هي اللي سمتني. انا هقطع الطماطم خلاص. انا سمون بقى وسام على اسم ابن الجيران، كانت حاجه سهله جدا. فانا حاسه ان انت احتمال تكون الحكايه دي احكيها لي تاني كده، ايه احكي لي كده عشان حاسه ان انا عارفه انا سمون سمعتها قبل كده. على اسم ابن جارتنا اللي عند بيتنا عند الاهل. عشان كانوا بيحبوه ولا بيحبوا جارتكم؟ غالبا كانت ماما بتحب طنط دي، صاحبتها جدا يعني. اوكي. كانوا يعرفوا بعض من قبل كده ولا بس لما مامتك سكنت في البيت ده؟ لا، من يوم ما اتولدت وهم جيراننا في الشقه اللي قدامنا، وفي كده علاقه بينها وبين ماما، وفي بيخبطوا على بعض بينها البلح، عشان هي طالت ساكنه في الرابع واحنا في الخامس، فبيحدفوا لبعض بينها البلح.
او بينقلوا لبعض الاكلات بالسبت. فماما تحت في السبت لطنط، وبعدين طنط تطلع المكنسه فتسحب الخيط الحبل تاخد الحاجه، وبعدين ماما تعمل نفس الفعل تاني تنزل لها تحط الاكله او الطبق عشان ترجعها. بس برضو يعني شيقه ان اثنين جيران ويلاقوا نفسهم اتصلوا وعارفين يبقوا صحاب كده يعني. بقى على جنب، وبعدين هنبدا نحضر باقي الخضار. انا كنت بدات اقشر الثوم بس يعني دي مش حاجه محتاجينها. ممكن كمان ممكن نبدا الكوسه والجزر لو عايز، او اقشر الثوم. انت عندك البتاعه اللي بتفرم الثوم ولا هتقطعه بسكينه؟ ماشي، انا بقطعه بسكينه الحقيقه. ممكن برضه تعلميني بقى الحاجات دي؟ انت عارفه ان دي اول مره حاطه، انا يعني بطبخ بس مكرونه بالتونه، ودي حاجه انا ايوه شاطر فيها، وبعمل مكرونه بالتونه سخنه مش بارده، فيها بروسس يعني. ايوه، وبعمل رز حلو بيعجن. وبعدين اليومين دول بقى عشان خاطر انا قاعد في البيت، او كلنا قاعدين في البيت، وانا بحب اتعلم كل حاجه في حياتي، فقررت ان احنا يلا نتعلم طبخ اونلاين. طب ممكن تتعلم تعمل ملوخية علشان لما الحظر يخلص تعمل لنا رز وملوخية؟ مع اني اصلا رز وملوخية بالعيش. طبعا تلاقي البتاعة بتاعت لقيتها تحت ثومة. طيب الثوم افرمه واحطه فين؟ في اي طبق على جنب الثوم يعني لما هتفرمه هنبدا نستخدمه بعد ما نقطع كل حاجه ثانيه ونبدا نحط الحاجات على النار. انا هقطع الثوم. أول مرة اتقابلنا إمتى؟ أنا كنت بجيب طبق. سامعين؟ دلوقتي سامعين. بقول لك أول مرة اتقابلنا إمتى؟ لا أنا ما أعرفش، وما أعتقدش إن أنت هتبقى فاكر، أنت عارف؟ لا يعني كل اللي فاكره ان انا قابلت طبعا. اي اكيد، واكيد كان في اسكندريه اكتر من كده، ما عنديش فكره. طيب كده خلاص الثوم اتعصر. برافو، انا لسه بقطعه بالسكينه. ايه؟ انا بالسكينه بقطعه سلاش بفرون يعني. بص هعمل، ممكن اوريك هيبان بقى كده في الكاميرا. مش هو مش طالع في الكاميرا صح؟ استنى، هل كده انت شايف التوم في الكاميرا؟ ايوه ماشي. بتجيب التومه وتحطها كده، بعدين تجيب السكينه، السكينه محتاجه تبقى كبيره، وتفرم التوم. طبعا عندي كده بعدين تاني واحدة كمان. استنى اهي، اجيب السكينة الكبيرة دي بالظبط، وبعدين وديها واحدة على حنطور عينها بيور فيست، هتلاقيها بقت عاملة كده. هنقطع بقى بالصغير بالسكينة، هنحط هنزلها على كده في الثوم من بره. طب
بقول لك في قشره من التوم من بره دي هتتشال صح؟ اه هتتشال. ماشي يعني هنقلعها الجيم. أزوز أنا شكلي تخين في الكادر؟ ايه؟ شكلي تخين في الكادر ده؟ إيه لا ممكن بقى الناس لما يتفرجوا على الفيديو يقولوا لنا. لا يا ريت ما يقولولناش فايدة. ماشي شايف التومة المطحونة الجميلة القمر، دلوقتي كل التوم بقى مطحون. وممكن نبدأ نقطع. أنا هقطعه بطريقة تانية بس عرفت دلوقتي هرش اللي عملته. يعني شغال سيمي فاكهة التوم بس عشان كده احنا بنتحطنا علشان يطحن وينزل الجوز عشان يتفرم يعني. طب والبتاع اللي انا عصبته ده كويس جدا، ده هنستخدمه برضو جدا. مية مية ده هو ده المطلوب. مية مية زي فراخ الجمعية. طب أقطع الكوسة؟ أقطع صغير جدا جدا جدا. أقشرها الأول. أقشرها؟ أقطعها. برافو يا أزوز، أنا عاجبني إن أنت مركز في التفاصيل. طب وأنت يا أزوز مبسوط يسموك أسامة ولا كنت بتحب يسموك اسم تاني؟ غالبا كنت احب مثلا ابقى ادهم نديم، بس الاسامي دي كانت منتشره اصلا. الاسامي دي كانت منتشره في وقتك اعتقد. اه مفيش حد كتير بس سمى اسامه دلوقتي، واسامه كمان كاسم موجود اكتر في شمال افريقيا، يعني في تونس في المغرب. هو مين هو كان في شخصية اسلام اسمها أسامة صح؟ كان اسمه أسامة ايه؟ كان في هل كان في حد من الصحابة أو شخصية إسلامية ما اسمها أسامة؟ هل هو كان من شمال أفريقيا؟ كده قشرنا الكوز. مش عايز توري الناس الشيء اللي بتقشر بيه الكوزة؟ اه دي برايه بتاعت جزر، وفي الناحيه الثانيه بتقشر. انا عندي بقى ادوات كتير قوي بس انا ما بستخدمش خالص، يعني حبيت استخدمهم من اليومين دول في الطبخ. ولما يجي وقت الملاحات حواليك، الملاحات اللي عندي الله شكلهم ايه؟ يلا نرحب بسلمى. ممكن تيجي تبقى الكاميرا مان عشان سلمى. هاي هاي سلمى، جهزي نفسك يا سلمى عشان هتعلميني حاجه اليومين اللي جايين. ها ايوه هجهز نفسي جدا، اول لما اكل هستجمع قوتي. هناكل ايه بعد ساعه؟ طيب قولي هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ قشرت الكوسه هنقطعها. ايوه اتقطع ازاي بقى؟ هنقطع اولا هنتخلص من الراس والرجلين. ماشي. وبعدين هتجيب الكوسايه. سنة ممكن تيجي تمامي الكاميرا شكرا. انت شايف الكوسه اهي بقى صح؟ هنقطعها صغيرا باي شكل من الاشكال، فممكن مثلا تقطعها على اربعه كده، وبعدين تقطعها حتت مربعات صح؟ مربعات. هي يعني شكلها كده كده هيتشوه، فمش مهم يعني، مش محتاجها تبقى سيمترية أو شكلها مرتب يعني. بس أهم حاجة إن الخضار عموما كله يبقى متقطع صغير. يبقى إيه؟ يبقى متقطع صغير علشان أنت مش عايز طعم أي حاجة يبقى بالكي أو يبقى قوي في حد ذاته. وريني أنت أصلا قطعة الكوسة قد إيه يا مين؟ لسه بقطع، بس يعني المفروض ان النتيجه يعني تبقى قد كده. اقلبها دي الكاميرا شايف؟ زي السلطه يعني.
زي ال يعني زي السلطة الصغيرة أوي. أيوه بالظبط. طب بقول لك إيه، وإحنا بنقطع كده مش عايز تحكي لي بقى عن البودكاست؟ ممكن إيه؟ يعني بالكاميرا وتشوفي هتبقى أحلى ولا لأ؟ بس لو أنت ممكن لحد تمسك مش هتبقى شو تعرفي تمسك؟ لا خليها زي ما هي عشان كده جايبه. هل تعلم يا أزأز ان اول بودكاست اتعمل في التاريخ كان في سنة 2004؟ ان هو اصلا يعني ايه بودكاست بقى بالمره؟ بودكاست لا الكلمة في حد ذاتها يعني هي كومبينيشن ايبود وبودكاست، عشان الناس يعني كانت بتسمع الحاجات دي على الايبود لما بدأت، بس الـ ده معنى الكلمة الحرفي. يعني المقصود هو المحتوى المسموع اللي عندي فرق ما بينها وما بين الراديو، ان هو مش شيء على الهوا شغال، هو حلقات بتتحط بترتيب بيقرره البروفايدر الشخص اللي بيعمل بينتج المحتوى ده، والمستمع بيسمعه وقت ما يبقى عايز، لان حال الانترنت في الوقت مش مرتبط يعني بميعاد إذاعة معين. ده الهدف. وبعدين في أول مرة حصل إمتى؟ سنة 2004. بس هو بدأ يعني ينتشر في يعني خصوصا في البلاد العربية طبعا بعد إيه؟ قطع كوسة. الكوسة هتبقى صغيرة. طب بالمره عشان تكملي كلامك، الجزره بتاعه نفس الجزره بتاعه بنفس الطريقه، والفلفل بنفس الطريقه، كلهم صغيرين، والبصل هنقطعه اخر حاجه لان قبل ما نقطع النار على طول علشان البصل بيسود، فاحنا بنبقى عايزين نستخدمه فريش. طب عندك حل بقى عشان ما نعيطش؟ ايوه كل بانه اللي فاتوا باقي الفلوس اللي يعني مطلوب تبقى تاكلها وانت بتقطع البصل، فشوف بقى عايز تبقى تاكلها من دلوقتي. طيب كملي. بس هي يعني بدات تنتشر في البلاد العربيه بعد 2011 بعد الثورات، لانها كانت بيئه سهله ومش مكلفه اطلاقا ان انت تعمل محتوى وينتشر يعني ما بين الناس، لان انت ممكن تعمل بودكاست بحاجات في بساطة تليفون موبايل يعني. فبس الناس في معظمها بتستخدم اما موبايلاتهم او ادوات تسجيل، يعني مش يعني اي ساوند ريكوردر هيشتغل، لو تسجيل شويه اكتر هتستخدم زوم مثلا، بس يعني الموضوع وكل التكنولوجيا يعني المرتبطه بيه ضخمه، حتى مونتاج الصوت يعني حاجه بسيطه جدا. هل انت سمعت اي بودكاست في الفتره الاخيره؟ عدى عليك اي حاجه؟ غالبا عدى عليا، غالبا في مدى وصل في حاجات معموله كده في بودكاست انا بحبه قوي اسمه جسدي، بتنتجه في بلاتفورم اسمها كرينينج كولتشرز، بدات تعمل محتوى عربي مؤخرا مش من زمان، فبيعمل ظريفه كتير منها جسدي ده انا بحبه قوي. بيتكلم يعني ايه البلاتفورم اسمها كرينينج كولتشرز، انت هتلاقي يعني فان ده هتلاقيه على يعني هتلاقيه على ساوند كلاود. في شيء انت تليفون اندرويد ولا ابل؟ ايه تليفونك اندرويد ولا ابل؟ في حاجه اسمها جوجل بودكاست هتنزلها من على البلاي ستور. في هو سامع انت
ممكن نزلها من على البلاي ستور، اسمع عليها بودكاست. انت قلت ايه؟ ممكن بعد ما نخلص واحنا نحط البيج ده اونلاين تحط لنا ده في اللينك. ممكن جدا. طب انت لو يعني ايه اكتر حاجه تحب تسمع بودكاست عنها، او ايه في توبيك مثلا معين حاسس ان مهتم تبقى بتعرف عنه حاجات اكتر، او يستاهل يبقى في محتوى عنه، او هل افكارك النيره اللي عشان انت دايما عندك افكار يا اوزوز، هل جالك اي افكار لبودكاست او محتوى له علاقه بالنحل البيت؟ انا غالبا الحاجه اللي شغلاني اكتر، انت عارفه ان انا برضو يعني انا عارفه انت عارفه، بس انا بقول ده بس عشان اقول ان انا بعمل اوريجامي اصلا. ايوه انا عارفه انت بتعمل اوريجامي. هل بتعمل اوريجامي؟ ايه؟ هل المشاهدين عارفين ان أوزوز بيعمل اوريجامي؟ مش عارف يعني في طب مش عارف. لو انا في محتوى عايز اعمله اونلاين الفتره الجايه هيبقى ايه؟ فقلت اوريجامي كده وبعدين سكت، لأن أنا حسيت إن أنا مش عايز أعمل ده. أنا اللي مشغول بيه جدا هو موضوع التعلم. إزاي الناس بتتعلم؟ وبتابع فيديوهات كتير أوي أونلاين عن الناس بتتعلم وحدها. الظريف في البودكاست إن هو ينفع يبقى مشروع ليه علاقة بحاجات نيش تماما ومتخصصه، فينفع بودكاست عن العلم. اولا ينفع يبقى عدد حلقات محدود قد ما انت عايز. معلش عندي في انسان معوق قاعد قدامي قاعد بيتولي من غير ما يتكلم. سلمى قاعده تشاور من غير ما تتكلم، فانا مش فاهمه هي بتقول ايه. انه البودكاست ينفع يبقى محتوى، اولا عدد حلقات محدود، يعني نتكلم عن مواضيع متخصصه زي يعني حاجه فيري سبيسيفيك زي الناس اللي بتتعلم، فمثلا ممكن تتعرف على ناس بتتعلموا تتكلم معاهم تسمع حكاياتهم، ممكن تتكلم مع الناس البروفايدرز لحاجات اونلاين، ممكن تتكلم مع الامهات اللي بيعلموا عيالهم في البيت دلوقتي عشان بيشدوا شعرهم. هتقطع ايه؟ البذر. اوكي انا بقى كده قطعت البذر والكوسه قبل الفلفل بالظبط. الفلفله بتتقطع بطريقه معينه من النشيل ده صح؟ حواليك انا بقطعها ازاي؟ اهي بقطع حوالين الحته اللي في النص، في ناس ثانيه بتقطعها بان هم يشيلوا الحته الاول يعني كانك بتقورها. تمام. بس انا بشوف واخد ايه، فلفله كامله ولا نص فلفله ولا ايه؟ وريني الفلفله اللي معاك قد ايه؟ الفلفله كبيره. ممكن نصها، لو كبيره ممكن نصها. بتقطع بنفس الطريقه؟ ايوه، واهم حاجه بلاش الفيل هو علشان ان كيس انها حرقت. بلاش البذر الصغير اللي جوه علشان ساعات بيكون حرقت. طب وانت عملتي مره حاجه انتجتي محتوى قبل كده؟ انتجت محتوى في وانا في الجامعه، كان عندنا في الجامعه. والتاني احكي لي كده القصه من الجامعه كانت عامله ازاي؟ ايه اصلا القصه؟ القصه في الجامعه انه انا كنت بعمل بروجرام الماسترز اسمه International Journalism، صحافة دولية.
انا بحط بروي، انا بحط الجزر على الكوسه على الفلفل، لان انا هحطهم كلهم في على النار في نفس الوقت مع بعض يعني. فكنا وانت كنت بتختار تتعلم صحافه مكتوبه ولا صحافه برودكاست يعني تلفزيون وكده، فانا اخترت البرودكاست يعني تلفزيون وراديو وما الى ذلك. فكنا كنا بنتعلم عن طريق ان احنا كنا بنعمل برامج اخبار اسبوعيه، اسبوع راديو واسبوع تلفزيون، وبرنامج كان بيبقى على الهواء. فهي الجامعه كانت فشيخه يعني، كان عندنا استوديو هايل واكويبمنت كويس جدا. فكنا طول الاسبوع بنحضر التقارير اللي هنذاعها جوه البرنامج. فننزل مثلا عارف التقارير الصغيره اللي بتشوفها في نشره الاخبار، فكنا نعملها ايذر للاذاعه او للتلفزيون. احنا كنا كان بيبقى اسبوع كده واسبوع كده، اسبوع راديو واسبوع بس. وبعدين يوم الاربع من كل اسبوع كنا بنطلع هوا. بس انا كنت بعمل بودكاست في الوقت ده جوه يعني الماسترز، وهي دي اللي كنا بنتقيم على اساسها يعني، بننجح او بنسقط على حسب تقييم المحتوى ده. في الشغل بتاعنا دلوقتي ها ما سمعتش يا أوز. بقول لك مين اللي بيقيم؟ بياخدوه على الجمهور ولا المسؤولين عن الجمهور؟ لا المدرسين. وكان عندي مدرسة كنت بحبها قوي، كانت ست لبنانية اسمها زاهرة حرب. هي كانت مذيعة في التلفزيون اللبناني وقت أصبح القناة، فهي صحفية هايلة يعني. مسبحة قانا في 94 مش فاكرة يعني، في بداية التسعين. كانت ست صحفية فشيخ، فكان التعلم معاها تجربة هايلة. انا حاسه ان انا هستخدم نص فلفل انا كمان علشان الفلفل كتير. اولا على الميه زائد انه بعد احنا دايما بنتكلم في نفس الوقت فما بنسمعش بعض. طيب اولع الميه بتاعت المكرونه. لا لان احنا هنحط الصلصه دي على النار لمده 45 فلسه بدري، ممكن في الاثنين مع بعض. طيب احنا طبعا هنقفل ال 45 دول عشان مش هنقدر نخليهم على الهواء، بدل ما الناس تقفل دلوقتي. بالظبط. لا لسه. طب والكرفس ده هعمل فيه ايه؟ خلص من الورق واقطع عند الساق دي. يعني اخد الحته دي بس كده؟ بصي اخد دي بس كده. ايوه هي الحته دي بس، واقطعها صغير برضه. واقشرها ولا زي ما هي كده؟ لا زي ما هي. انا عايز بعد كده بقى لما حد يبعت لي يقول لي هيطبخ معايا يعرف وانا متبقي عندي ايه من الاكله اللي فاتت عشان نبني عليه، عشان تعمل اكلات لايقه على بعض مثلا لما تعمل لنا عزومه كبيره. ممكن بعد الحظر تعمل لنا عزومه كبيره وتطبخ كل اكل اتعلمته في يوم واحد. هل يا أوزوز تعرف انه اصلا الايطاليين بيتعصبوا جدا من الاكله بتاعه السباجيتي بولونيز، لان هم اصلا مش بياكلوا البولونيز مع السباجيتي ابدا. بياكلوا ايه؟ مش بياكلوا البولونيز مع السباجيتي، وبيحسوا ان احنا مهرطقين وبنفشخ لهم الكودين بتاعهم معاهم. واصلا البولونيز هي الصوص صح؟ البولونيز هو الصوص، وهم في التراديشنالي بياكلوه مع النيوكي اللي هو الشيء اللي هو بيتعمل من البطاطس اللي هو بيبقى حتت صغيره برضو، ده شبه المكرونه، او المكرونه تاجيتا اللي بتبقى يعني بتبقى حتت كبيره برضو. طيب
انا ممكن كمان حد يتصل مثلا يقول لي ايه هيعلمني اعمل مكرونه تعجينه، يبقى حاجه هايله. بس دي هي اعتقد ان بتاخد وقت طويل، هي بس يعني حاسه وادوات كتير كده، لكن اعتقدش هي حاجه صعبه. طب وانت كنت عامله ايه الايام دي؟ التوم مش هنحط دلوقتي صح؟ التوم حط على النار. انت بتسأل على التوم صح؟ ما بتسأل على ايه؟ التوم لسه صح؟ التوم هيتحط على النار، انت مقطعه وحطه على جنب صح؟ بس هذا. طب وانت بقى تطبخي من امتى اصلا؟ بطبخ من ساعة ما قناة، فاكر قناة فتافيت عدت عليه؟ ايه؟ فاكر، معرفش أمك كانت بتتفرج على فتافيت ولا لأ، في لحظة ما كده من سنة 2007 2008 حاجة زي كده، في قناة أفتكر كانت إماراتية اسمها فتافيت، كانت بس بتعمل برامج طبخ، ايوه وكانت ظريفة جدا لأنه كانت البرامج الطبخ مختلفة، يعني فورمات مختلف عن اللي احنا متعودين عليه، منى عامر صحي ومفيد وكده، فكانت لذيذة يعني تحب تتفرج عليها، وكان في ناس يعني كان فيها برامج كتير كوزينز مختلفة، بقى بقعد اتفرج وحسيت ان الطبخ ده حاجة مسلية. قبل كده يعني ما كنت مهتمة اصلا بالموضوع. بمناسبة التأكيد، أنا زمان حاولت أبعت لهم فيديو إزاي نطبق صوت سفرة بالأوريجامي عشان يتحط بعد كده، عشان يبقى فواصل للحلقات، اوكي بس ما وصلناش لبعض، بس لسه الفيديو عندي يعني، لسه كنت بدور كده في الكمبيوتر لقيته، فممكن أبقى أطلعه اليومين دول. لذيذ قوي، انا يعني متاكده ان هيبقى ليه اودينس كتير. انا هروح اغسل البصله بصل بالكسل بعد ما يتقشر. هو اتقشر فيه؟ هو انت ما بتعرفش تقشره؟ دي كانت حاجه المفروض جوه ال... اوكي لا لا معروفه طبعا، اهو اقشر البصل كده اهو، استني باكل اللي بان الاول. طيب ايوه كل اللي بان الاول. اهو بالظبط، ده شاطر جدا يا عوز والله. بصي انا اي حاجه اللي هي فيها مزاج بعرف اعملها. ده اقول لك عن حاجه اسهل، بدل ما ما تقشره زي البرتقانه، انت لو عملت فيه فتحه بالطول كده هتقدر تشيل القشره كلها بايدك. ماشي المره الجايه. ماشي يعني الفيديو اللي جاي هكون هعمل كده. انا كان مشكلتي دلوقتي مع الطبخ، هو احنا بنطبخ امتى؟ يعني احنا لما بنجوع قبل، يعني انا بجوع، انا مره واحده ببقى جوعت عايز اكل. لا ما هو في يعني في ناس انا من اي بلان اكلي، في ناس تانية ما بيفكروش في الاكل الا لما يجوعوا زيك. انا مش عارفه بصراحه انتوا بتعملوا ايه، بس انا دايما ببقى عامله خطه لها علاقه بانا هاكل ايه كل يوم، فببقى محضره ده من الصبح اول ما اصحى او قبل. انا ما اعرفش انت شفتني قبل كده وانا جعانه ولا لا، بس ببقى متعصبه قوي ومش طايقه حد، فبحاول ان اللحظه دي ما تجيش. انا بقى خليتكم دلوقتي انتوا اللي تختاروا لي انا هاكل ايه، فانا تمام كده. طب هتاكل ايه بكره؟ لسه مش عارفين بقى هيحصل ايه. هاكل بقى المكرونه اللي انا هعمله النهارده هيتبقى لبكره. ايوه انت هتعمل مكرونه كتير، استنى هجيب لبانه علشان اقطع المكرونه. انا جيت، انت بتاكل لبانه بالايه؟ بنعناع.
انا باكلها بالقرفه. بص يا قمر، طيب هنقطعه صغير برضو. صغير قوي. في ناس بتبشره بس دي حاجه الايد والعين جدا. بنقطع البصل ازاي؟ نقسمها بالنص. ايوه. وبعدين بتجيب النص ده تقطعه بالعرض كده. ايوه. عشان تبقى كبيره. ايوه. وبعدين تقطعه بالطول حتت صغيره. لسه راح اقطع اصلا من كده تاني. طب بعدين بقى تقطع من قدام لورا ازاي بقى يعني؟ اه انت شايفني يعني البصله باينه بشكل واضح؟ هنعمل ايه بقى من قدام لورا؟ مش قادر. طب استنى، انت شايفني على الكاميرا كويس؟ هوريك في النص التاني. مش شايف؟ ليه اللبانة مش جايبة نتيجة معاك؟ اه انا هبدأ برضه ان اللبانة كمان مش احيي. خلاص قالولي قطعتها؟ اوه يا عيني. خلاص قربنا. اروح اجيب منديل عشان ببربر. طيب حصلت اول اصابه. حصل اول اصابه يا لولي. اتعورت؟ اه جامد يعني حيبان. طب سيب البصل واغسلها يا أوز علشان نشوف هي كبيره قد ايه ولا محتاج تحط بلاستيك. يعني مش عايز حط اوكي، مش عايز تحط بلاستر عليها على التعويره. لا انا بدور يعني اصلا حاجه في بيتي اللي انا الاقي حاجات. انا ممكن استنى يعني عادي، وممكن اوقف لو عايز. لا لا خلاص، احنا كمان عندنا اوبشن ان احنا نعمل ستوب. كنت فاكره اصلا فكره البصل دي. طيب خلاص كده البصله تمام. بتقطع منها لازم تبقى صغيره قوي قوي قوي. يعني هي دي حاجه برضو راجعه لذوقك الشخصي، يعني قد ايه انت هتبقى عايز حته البصل تبقى باينه جوه الصلصه. طيب انا لسه حطيتش كده بقى. حطيت البصل على الخضار ده صح ولا لا؟ حطيت البصل على ايه؟ خلطته بالخضار. قشطه. يعني احنا انا كنت قبل بشويه بس تمام مش مشكله. هرجعه تاني. بص، انت عارف ان الشيرت اللي انا لابسها بتاع ماهي مكتوب عليه وات يو بيكم؟ بتاع مين؟ بتاع ماهي مكتوب عليه ايه؟ وات يو ثينك يو بيكم. هو غالبا مش هيبان علشان الكاميرا بالعكس. اه
عشان هيبقى مت حاسه ان هو لايق عليك قوي عشان ده شعرك في الحياه. هاخده منك المره اللي جايه. مش هيجي على قدك. ما هو بالاكل اللي احنا بناكله وبنطبخه في البيت اكيد. طيب انا جاي. لا ما كانش هيجي على قدك في كل الاحوال. أنا جاهز. ولا كمان. أنا هعمل إيه؟ هتحط حاجة على النار حلة؟ هنحط الحلة بتاعتك والطاسة بتاعتي اللي هنعمل فيها الصلصة، وهنا حلة المكرونة اللي فيها المية. ماشي. فممكن تفتح المية لو عايز عشان ما انا حاطط ميه جاهزه في الحله. ولع ولا لسه؟ ممكن ولع عشان هي هتاخد وقت على ما. بص ممكن تولع لو عايز، بس في كل الاحوال المكرونه هتحطها لما الميه تغلي وهتحط حوالي 12 دقيقه. ماشي. واللي انت عارفه ان انت تشيل المكرونه من الحله قبل تاكلها على طول، لان غير كده المكرونه هتعجن وهتلزق في بعض. فانت اللي ممكن تعمله تسخن الميه، بس ما تحطش المكرونه في الميه الا قبل 12 دقيقه من ان الصلصه قربت. تمام. طيب دلوقتي بقى الصوص ده هنعمله ازاي؟ هنحط زبده او زيت زيتون الاثنين مع بعض. ما عنديش زيت زيتون. عندك زبده؟ عندي زبده. زبدة، ولو عندك زيت عباد شمس كده حط نقطة صغيرة. طب والزبدة حط قد ايه زبدة؟ انا بحط الحاجات دي بالحب، يعني حط مكعب معقول كده. ما هو مش مكعب. وريني يعني ارفع كده مكعب كويس وريني شكله وهقول لك يعني تقريبا زبدة. بصي هحط الحتة دي. ده كويس. وهيت. وكمان حته كمان. ونولع النار. قبل ما تطفي البوتاجاز. شفت معلقتي؟ حلوه دي. انا بقى عندي دي. عندي دي ودي. ودي؟ اللي على الشمال. المسطحه اكتر. دي ذره. خلي الزبده تقدح. ايوه بس من غير ما لونها يتغير، يعني اول ما تسيح حط عليها البصل. يعني ما تفتح زي السمنه عشان بتتحرق. ماشي. بعدين اول حاجه هنحطها البصل. تمام. نقلبه شويه. الهدف ان البصل يبقى لونه شفاف. يبقى ايه؟ يبقى لونه شفاف، انك تستنى لحد البصل ما يتحول من ابيض لشفاف. وخلي النار واطية يا أزقر.
يعني احطه على اصغر نار على البوتاجاز، احطه على اصغر نار على البوتاجاز. انا حطه على نار متوسطه زي كده. استنى اوريك. اه تمام زي العام يعني. طب يا أزوز، الحيطة اللي بتكسبه في البينج بونج ايه ده؟ انت ولا الحيطة اللي بتكسبه في البينج بونج عاملين ايه مع بعض؟ الحيطة بتكسب طبعا. افضل اشتغل لحد على نفسك لحد ما تكسب الحيطة. هو الفكرة كمان ان ده مديني وقت اللي انا اتعلم تكنيكس يعني. اتعلمت تكنيك ان انا اعمل حاجه اسمها مثلا سبيننج كده، كنت بتقولي عليها نجاح. فده قادر اعمل. فدلوقتي مثلا بقيت فاهم ازاي لما الكوره تبقى تحت الترابيزه اقدر ارفعها من تحت الارض. وده بيتعمل بالفور او بالباك. الفكره بقى ان انا اصلا ابتديت العب بينج بونج شهر 8 اللي فات. تفتكر هتكمل سنه واحنا قاعدين في البيت؟ هكمل في البيت طبعا، بس هبقى محتاج اشوف حد بقى غير الحيطه، عشان الحيطه مش الحيطه مش بتختار تلعب لي ايه. فما فيش ما تاخدش وتدي. حط التوم يا اوزوز. الفكره بقى قالوا لي في ترتيب الحاجات في الاكل اللي بيفرق صح؟ يعني لو الثوم اتحط في الاخر هيفرق لو اتحط دلوقتي مع البصل صح؟ بيفرق فعلا في تفاعل الاشياء مع بعض، تفاعل الثوم دايركتلي مع الزبده غير بدل ما غير لما يبقى في حاجات ثانيه كتير. الثوم مثلا بيتحرق بسرعه، فعشان مش بنحطه هو اول حاجه مع الزبده، بنحطه بعد البصل. وايه كده اخر جمله تاني ليه؟ الثوم بيتحرق بسرعه جدا، فعشان كده بنحطه تاني حاجه، بنحطه بعد البصل مش الاول خالص. والثوم حبه قليلين. انت حطيت الثوم لما قلت لك؟ اه خلاص. ممكن نبدا نحط الخضار عشان الثوم ما يتحرقش. ممكن تحط البصل، الجزر والشوسه والفلفل. هو كل حاجة مع بعض. مع بعض. اقلب ولا اسيبهم بقى كده؟ لا قلب، دايما تقلب عشان الحاجات ما تلزقش. ده هنحط اللحمه المفرومه امتى؟ دلوقتي بعد الخضار. كبيرة. راح حاطط سلمى اللي هتستحمل البوتاجاز علشان مش بعرف افتحها.
تعالي. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بقلب. برافو. ايه عندك؟ السبعين. الحاجات ريحتها ايه عندك؟ ريحتها لطيفة بس لسه الالوان متغيرين. ما ده هياخد شوية خصوصا عشان الجزر بياخد خلصت المسلسل بتاعك؟ خلصت الجزء الثالث وفاضل الجزء اللي بقى هينزل واحد هينزل من 3 قديم. اوكي. هو دلوقتي على حاجة على فيلم على مسلسل لمارادونا. على مسلسل ايه؟ على مارادونا. على نتفليكس ولا فين؟ على نتفليكس. حلو. يعني ابتديت اول حلقه ما كملتهاش لسه. وانا عامل لنفسي روتين كده. بصحى بفطر وبعد كده بقعد اتمرن على الجيمبي ساعه. بعد كده اشوف شويه حاجات ارتبها في البيت. وبعد كده العب بينج بونج مع الحيطه شويه. احنا ممكن لو الخضار بدا يستوي شويه معاك عشان ممكن نحط اللحمه دلوقتي. ايه عندك؟ حاسس ان الكوسه ابتدت تاخد لون مختلف. الجزر كبر شويه. طيب يلا نحط اللحمه. بس احنا لما هنحط اللحمه هنحط على طول بعدها الصلصه علشان عشان اللحمه ما تستويش لوحدها. هنحط اللحمه وهنحط بعدها بحبه صغيرين لما اللحمه تستوي جامد الصلصه علشان اللحمه تستوي. اللحمه مع الخضار؟ هنحط اللحمه دلوقتي مع الخضار. اقلبها مع الخضار. حلو. وبعد كده وبعد كده الصلصه تستوي. دي حته مهمه علشان اللحمه اولا ما تتشفش، ثانيا عشان تاخد تدي كده هي والصلصه مع بعض. هنحاول. طب والتوابل امتى؟ في الاخر خالص. ماشي. ما بنحطش الملح في الاول مع اللحمه يا قزقز بالزيت عشان بيخليها السوائل اللي جواها وتنشف. ماشي. طيب يلا نحط المكرونه اللحمه. يلا نحط اللحمه. برافو. استنى عليها سيكه صغيره وبعد كده هنحط الطماطم دلوقتي. نزل طماطم؟ هنحط الطماطم بس استنى شويه صغيرين هقول لك. النار
ضعيفة عندك اسمها ايه؟ واطية. ايوه مروحتي؟ يعني حاول تميك شور بس ان النار مش عالية اوي. انا موافق على كده. مش المكرونه اللحمه الحته بتطلع، فيلا نحط الصلصه. يلا نحط الصلصه. عايز تقول للناس انت عصرت كام طماطمايه؟ ممكن توريني الكاميرا وتوريني الحلة من فوق كده بتاعة الصلصة؟ عايز اشوف الحلة، عايز اشوف كمية الصلصة مع الحاجات اللي جوه. عايزة تشوفي ايه؟ كمية الصلصة مع اللحمة والخضار. اوكي، نعملها بقى ازاي؟ بصي حاسه ان احسن تمسك التليفون وتخليه هو اللي فوق الحله، بس على العموم انا بشتغل من الكمبيوتر فمش هينفع. اوكي طيب، احنا عايزين يبقى فيه ميه كفايه، الصلصه تبقى مغطيه الخضار بما يكفي انه يغلو 40 دقيقه. لا دول قد بعض، قد بعض. لا الصلصه محتاجه تبقى ازيد شويه. ازود ميه؟ زود ميه. مثلا انا مش شاطره قوي بالطريقه دي، بس يعني حط الاول نص كوبايه وشوف شكلهم ايه. حطيت كوبايه اهو. انا بفضل دايما قبل الميه كانوا زي ما يكون معجنين في بعض، فالميه فاتت. لا انت محتاج الميه شويه اكتر، لان هم لان في ميه كتير قوي هتتضغط. كده بقت اكثر ميوعه. تمام، ده هي هتقصر عن كده كتير. وطي بقى عليها وعلي النار. ايه؟ غطي الحله وعلي النار لحد ما لسه يعني احطها دلوقتي او في الاخر خالص؟ انا بحطها في الاخر. ماشي. ممكن تحطها دلوقتي لو ده حرام. هجرب زي ما انت عايزه. ماشي. يعني عايز تحطها بعد ما اللحمه تستوي. طب انا هسيبها دلوقتي تيجي على نار عاليه ولا هوطي؟ هتسيبها على نار عاليه لحد واول ما تغلي هتوطي النار على الاخر. حلو، وقبل ال 40 دقيقه مثلا ب 10 دقائق اولع المكرونه واحط التوابل. بالظبط. تمام. ملح قد ايه بقى والحاجات دي؟
انا بحط الحاجات دي بالحب. انا يعني تاني انا مش شاطره قوي في التقدير بالطريقه دي، ولكن حاسه ان مثلا معلقه ملح مش مليانه، معلقه صغيره ممسوحه، ومعلقه كمون، ومعلقتين السبع بهارات، لا معلقه السبع بهارات واحده، ونص معلقه جوز الطيب. نص معلقه ايه؟ جوز الطيب. اوكي، انت اول ما قلت لي السبع بهارات دي انا انبسطت جدا بجد، حسيت ان احنا في الف ليله وليله. هتجيب السبع بهارات، البهار الاول هتلاقيه تحت ديل العجل في السماء الثالثه، والبهار الثاني هتلاقيه فوق عش تحت عش عصفور ابيض فوق الجبل الاسود، يعني ده اللي انا حسيته. ايه هم السبع بهارات دول؟ ايه هم بقى؟ وبعدين سمعت ان كل عطار عنده سبع بهارات مختلفين. هما انا اول ما جبتها من الحقيقه فمش متاكده قوي عن تجربه شرائها من مصر، ولكن لا هما المفروض ان هم انا مش عارفاهم كلهم، اللي بينهم قرنفل وكمون وغالبا قرفه مش عارفه، بس ممكن نروح كده قبل ما نقفل وبعدين الناس نقول لهم لقينا ايه. ماشي. مش وطمع ايه كله. حطيت على الصلصة ومعلية النار مستنيها تغلي. هي لسه ما جالتش عندي. يبقى استناها لما. الكيكه كانت حلوه يا رز. الكيكه؟ الكيكه اتحرقت من تحت، عشان انا ما كنتش فاهم البوتاجاز غير الفرن غالبا. وبعدين انت كنت من قاع الفرن؟ من قاع الفرن وبالجناب. هي كانت كيكه موز، اعتقد ممكن اعملها تاني. كانت قالت لي عليها روان الشيو وهي هتعمل معايا طبخه قريب. اوكي. واعتقد له علاقه بالفرن، بس الجزء اللي في نص الصينيه لما بفتح الموز فانا مش فاهم بقى هو ايه اللي حصل. وبعدين كانت ميسون قالت لي احط ورقه زبده، فغالبا المره الجايه هبقى مستعد اكتر. بس مبسوط من ده. ودمست فول من اسبوع او حاجه. هايل جدا. ايوه. ميكس كده ما بين خلطة سامر، وسامر برضه هتجيبه قريب في فيديو، وخلطة ماما. هتعملوا فول ولا هتعملوا ايه؟ ايه؟ هتعملوا ايه انت وسامر؟ غالبا سامر بقى هو ابو الاكتشافات والاختراعات، هو غالبا سامر مش هيبقى عارف هو هيعلمني ايه. اوكي. متحمس. هنحط الحاجات مع بعض وتطلع حاجة. اوكي. غالية؟ بالنسبه لي بعد يعني انا كمان هيبقى عندي فرصه ان انا اقابل صحابي اللي بره مصر اللي انا ما بشوفهمش اصلا. فحاسس كده هيبقى في وصفات من فلسطين، وفي وصفات من لبنان، ووصفات من تونس ومن المغرب هنعملها قريب. طيب. وصفات وطي بقى النار يا أوز عندك؟ ونحط ونقول الهاشتاج العظيم بتاعكم اللي انا هستأذنك واخده بعد اذنك استخدمه. بليز. اسمه ايه؟ وطي وغطي. ايوه. واحسب الساعة كام دلوقتي؟ هل الساعة 8 و10؟ يا لهوي الساعة 8 و10 سلمى هتقتلني. احنا طبعا ما كناش من الصبح صح؟ انا في انتظار. انا اكلت الساعة 2 وانا في المطبخ بعمل سيتنج التصوير. معلش كان يعني الساعة 4 ونص خلصت شغل، وبعدين الويب سايت وقع زي ما قلت لك. أيوة. وبعدين عرفت المشكلة فين، فكنت بتخانق مع الشخص، فكانت فقرة مسلية قوي. معلش الحمد لله على السلامة. ميرسي قوي متشكرة، بس أنا عادي بحب ازاي، كانت فقرة مسلية. بحب قوي ازعق للناس، كانت فقرة مسلية. طب وزعقتي حلو؟ ما انا سالت سلمى سمعتي بقى قالت لي لا، بس انا حاسه ان هو قاعد يعتذر كتير يعني فاضي.
طيب لولي دلوقتي احنا هنقول بعد 40 دقيقة انا هعمل دلوقتي بوست الفيديو ماشي ونرجع نتقابل بعد 40 دقيقة نعمل اخر حاجة ونقفل على الطبق بالظبط ماشي ماشي طيب هحاول بقى اكتشف انا ازاي بعمل بوز ان شاء الله ما اعملش ستوب اهو بعمل بوز اهو هو ايه بوز كده وعملنا انت عايز تعمل بوز عشان تسقين في بعض؟ اه بالظبط عشان هنفتح تاني نفس الفيديو يكون احنا بنقول نفس الكلام ايوه ماشي يلا الى اللقاء الى اللقاء اوز اوز باي 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 مشاهدينا الاعزاء اعزائنا هم مشاهدينا الاعزاء ولا اعزائنا المشاهدين؟ هم يختاروا بقى ماشي شو كل واحد يقول لنا هو يحب يبقى مش عزيزي المشاهد ولا مشاهدي العزيز مشاهدي العزيز دي اقرب شويه تحسيه بقى اخذ خطوه اقرب فاحنا لسه مش عارفين فنستنى شويه هو لسه عزيزي المشاهد احنا على فكره مش بننهي الحلقه لان احنا اول ما ادوس ارجع تاني هنرجع من عند نفس النقطه ايه ده والله تكنولوجيا جميله سبحان الله ماشي يا دوب يلا ماشي شوفك بعد 40 دقيقة ما تمشوش طيب لولي المكرونة خلصنا المكرونة احنا طبعا انا المكرونة الوقت الفاضي بس ممكن تقولي بقى من الاول المكرونة بتعمليها ازاي المكرونة بتتحط في الزيت 12 دقيقة ومعاها ملح ومش بنغطيها دي حاجة مهمة عشان المكرونة ما تعجنش فبتسيب الحل في العراء بعد ما عدت ال 12 دقيقة ودي حاجة ممكن تختبرها بسهولة لا طبعا انا غطيت تكون مغطي عايز ما اقول لك معلش بس ان شاء الله هتطلع جميلة ان شاء الله تسافر بالك وحطيت عليك ملح صحتي بقى وبصي دي يا لولي انت عايز تقلب واحدة انا عيرت الله دي بتفاعل ما انا عندي حاجات في البيت بقى ما كنتش اعرف هي بتتعمل فيها ايه اصلا. ايوه. فانا عيلت دي اللي هي يعني مقام او معيار ثلاث اشخاص. فانا غالبا هاكل النهارده وبكره واحتمال بعده هشوف حسب اللي بقى حسب الشهيه. بس هما بيجيبوا شخص واحد حبه قليلين فغالبا دول ممكن يتكفوا مرتين. وبعدين دي غالبا فرنساوي يعني هما بياكلوا قليل فانا هنديها مصر وصفه مصر. ايوه. يلا بينا. بالظبط. حلقة المكرونه بتاعتي بتصفي نفسها. طب قولي لي الغطا بالميه ولا لا؟ انا ما بحبش اغسلها لانه ده بيخلي طعمها نيه قوي كده والنشا اللي فيها هو مش حاجه وحشه بالنسبه لي هو بيخلي الصوص في المكرونه بيبقوا يعني ايه بياخدوا يده بشكل ودي انا ما بحبش خلاص مش هغسل انت هتقلبي بقى الحله بتاعتك اوتوماتيك هقلبها كده بالظبط في الحوض ماجيك بالظبط بحب بقى منظر الكوبايات في المطبقيه وهي مبخره وفوقيها ايه؟ بحب منظر الكوبايات. انا كمان استنى اوريك بتاعتنا. انت اصلا مطبخك شكله ظريف، شكله مطبخ في فيلم. مطبخ ايه؟ مطبخك ظريف، شكله مطبخ في فيلم. تمام بص بقى يا سيد الناس دلوقتي المكرونه جاهزه وجميله هنحطها في اطباق هنرجعوا المكرونه في الحله بتاعتها تاني ايوه بالظبط شاطر ماشي هيبقى طبق ظريف انا هحطها في طبق غويط زي كده عشان ده الاكل ولا عشان ايه؟ عشان الاكل هحط المكرونه صوص ما
ما عنديش غويط قوي بقى، فانا هاخد على قدي وبعد كده ازود كده. كويس ماشي، مش وحش، جميل وقمر. وبعدين نحط بالمغرفة الصوص فوق المكرونة. نحط بالمغرفة ايه؟ نحط بالمغرفة الصوص فوق المكرونة. اوكي، ريحته حلوة جدا. انا بحب الاكلة دي قوي لانها المفروض انها سهلة لما تتعود تعمل تعملها وتبقى توابل هايله. السبع بهارات بتعمل بتخلي اي حاجه طعمها في شيء. مش عارف بقى لو هقدر بقى اشوف الكمون او احس الكمون او الحاجه الثانيه ولا لا، بس هو في ريحه حقيقيه طعم هايل. انت ممكن تحس بيه لان مفيش توابل كتير قوي في الاكله دي، فيعني الحاجات بتبقى باينه شويه. عندك جبنه تبشرها عليه؟ آه عندي جبنه، ثانيه واحده نعمل بقى الصوره الشهيره بتاعت انا اول مره هبتدي احط الصوره غدا، انا طول الوقت صوري لعقب بالفطار او سندوتشات اولاد عبده. ايوه طبعا عندي جبنة حلوة مفروض. ازاي نقلبها؟ اهي جبنة نوعها ايه؟ جبنة من فرنسا. طب دي المفروض بقى تبقى جميلة. المكرونة اللي سلمى هتاكله كده صح؟ من مبشرة. بالظبط ايوه، هروح ادي لسلمى مكرونه عشان هتقتلني. لما يقول لي رجعت ما سمعتش. مريم الشفا بقول يلا عشان جوه. يلا روح كل. ماشي طيب هاكل واقول لك طعمها عامل ازاي، بس انت هايله. دوقها وقول للناس قد ايه هي جميلة. طيب ندوق الأول. شكرا لوني. بالهنا وشفا وسرور. مساك سعيد. شكرا. باي باي.
تاني بقى نشوف بيقفل ازاي.